بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي مدارس 6 أكتوبر الدولية للغات، إزيكم وعاملين إيه وحشتونا؟ النهاردة بنعمل حصة ريفيو للجبرا في الصف الأول الإعدادي. فمثلا لما يجي يقول لي the degree of algebraic term 5x y power 2 ومديني choices 0 2 3 و 5. أول حاجة الديجري بتاعت أي الجبريك تيرم بتساوي برافو سميشن بتاع الباور بتاع الأنونز. يعني أنا عندي هنا الإكس عليها باور 1 والواي عليها باور 2، يبقى 1 بلس 2 إيكوال 3، يبقى التشويس بتاعي نمبر 3. بعدين بيقول لك نمبر 2 ذا نمبر x plus 3 over x minus 5 is a rational number equal 0, then x equal 0. هنا في المسألة دي أول ما بيقول لي إن ده rational number equal 0 يبقى على طول الدينومينيتور بتاعي هو اللي equal 0، يبقى x plus 3 equal 0 يبقى ال x equal negative 3، يبقى راح اختار negative 3. المسألة التالتة بيقول لك the multiplicative inverse of rational number 2 rational number 2 over 5 all power 0. 2 over 5 power 0. واحنا عارفين ان اي حاجه باور 0 equal 1، يبقى المالتيبليكاتيف انفرس بتاعها برضو يساوي 1، يبقى انزل اختار تشويس 1. بقول لك the mod of numbers 5 8 4 9 and 8 is، وادالك نقط. في الحالة دي دلوقتي أنا بشوف مين هو المود يا شباب. إحنا متفقين إن المود هو النمبر المور كرنت، الأكثر تكرارا. فأنا شايف 5 و8 و4 و9 و8، يبقى مين اللي اتكرر معايا؟ الـ 8، يبقى اختار الـ 8. المسألة اللي بعد كده بيسأل عن الـ high common factor، فبيقول لي the high common factor of، ثانية واحدة، the high common factor اللي هو الـ h C F of 12 x power 3 plus 6 x power 2 is، ودعنا النقط. أنا هنا مين اللي متكرر معايا يا شباب؟ في الديجيتس ال 12 وال 6، يبقى الاثنين في تيبل واحد، يبقى آخد ال 6. طيب وال x عندي x power 2 و x power 3، ابقى اخد الـ smallest power اللي هو x power 2 common factor، يبقى الـ common factor بتاعي is x 6x power 2. بعد كده مديني 2 bracket وبيقول لي x minus y by x plus y، دي سهلة جدا تعلمناها كتير مع بعض. بيقول لي x minus y by x plus y equal، فأقول له والله أول حاجة هعمل x by x، x by x تبقى x power 2، وبعدين
شباب، اروح اعمل الواي باور الواي يطلع ماينس واي باور 2. طيب وتبقى لي 2 بقى اللي هو الاكس بالواي يبقى اكس واي. طيب دي بالماينس نيجاتيف واي باي اكس يطلع نيجاتيف اكس، والاكس بالواي يطلع اكس واي. لما اعمل لدول ادنج يطلع زيرو، يبقى الفاينل ريزلت اهي اكس سكوير ماينس واي سكوير، اكس سكوير ماينس واي سكوير. عملت ايه تاني؟ ضربت الاكس في الاكس، اكس باي اكس يطلع اكس باور 2، واي باي واي يطلع واي باور 2. طيب الواي باور 2 كانت نيجاتيف واي، بيبقى خلاص نيجاتيف واي. نشوف بعد كده بيقول لي the arithmetic mean of values 5, 4, 8, 3, and 10. هو عايز هنا مين؟ arithmetic mean. الارثمتيك مين كان بيساوي ايه يا شباب؟ كان بيساوي summation بتاع الفاليوز، يعني 5 plus 4 plus 8 plus 3 plus 10 على ايه؟ على عددهم اللي هو كام؟ 1 2 3 4 5. يبقى تحت divide 5 ده equal، يجي بمنتهى البساطة كده 5 4 9 9 و 8 17 17 و 3 20 20 و 10، يبقى 30 divide 5. يبقى الارثمتيك مين بتاعي بيساوي 6. بيقول لي بعد كده ادنج، هنعمل ادنج دلوقتي يا شباب ل تو الجبريك تيب. فبيقول لي اعمل ادنج ل 5a ماينس 5a ماينس 2b بلس 4c. اجي تحتيهم بالظبط واكتب الثاني اللي هو ماينس 3a بلس 4b بلس c، واقوم واخد خط. هاجي هنا 5 ماينس 3 ايكوال تو مع نفس السيمبل اللي هو الايه. نيجي عند البي، دي ماينس 2 بي بلس 4، يبقى هعمل سبتراكت واخد الساين بتاعت الكبير اللي هي بلس، عشان ال 4 اكبر من ال 2 تبقى بلس 4 تبقى بلس 2 بي. نيجي هنا لاقي 1 سي مع 4 سي يبقى بلس، ليهم نفس الساين تبقى بلس 5 سي. يبقى الفاينل ريزلت 2a plus 2b plus 5c. بيقول لي subtract 2 x باور 2 ماينس او بلس 5xy ماينس y باور 2 from 2x بلس y all باور. مبدئيا انا عارف ان اللي بعد فروم هو اللي بيتكتب الاول، فاجي هنا اقول له خلاص يبقى ده 2x باور 2 يعني 4x باور 2 بلس 2 في 2x يبقى 4x
4y يبقى 4xy plus y باور 2، واكتب تحتيه الرقم الثاني اللي هو 2x باور 2 plus 5xy plus sorry minus y باور 2. وما دمت انا هعمل subtract يبقى هعمل غير الساينز كلها، يبقى البلس يبقى ماينس والماينس يبقى بلس، وبالتالي دي تبقى بلس. يبقى اول حاجه 4 اكس سكوير ماينس 2 اكس سكوير تطلع 2 اكس باور 2 اللي هي سكوير، 4 اكس واي ماينس خلي بالك ماينس 5 اكس واي. هنا 2 ديفرنت ساين، يبقى هعمل سبتراكت واخد الساين بتاعت الكبير، يبقى 5 من ال 4 equal 1، الكبير 5، المور ذان او اللارجست از 5، هاخد الساين بتاعته تبقى ماينس ال 1 مش هكتبه تبقى ماينس اكس واي. هنا واي باور 2 مع واي باور 2 بالادنج الاثنين بلس يبقى 2 واي باور 2. شوف مساله كمان كده، لو احنا مشينا بالشكل ده يا شباب يبقى مفيش حاجه هتقف قدامنا. بهدوء نرتب الساين، نحط كل حاجه فوق بعضها، كل السيمبل اللي شبه بعض او السيميلر او اللايك نحطها فوق بعض، ونعمل سبتراكت عادي جدا. بيقول فاكتورايز باي يوزنج اتش سي اف فور اكس باور 2 واي باور 3 ماينس 2 اكس واي باور 2 بلس 6 اكس 3 واي. الجبريك تيرم اللي قدامي ده او سوري الجبريك اكسبريشن اللي قدامي ده متكون من 3 بارتس، لكل تيرم في 3 بارتس. طيب الترم ده اللي هو الترم الاول ده في بارت اللي هو 4 النيوميركال بارت 4 و2 و6، مين الهاي كومون فاكتور بتاعها؟ ال2، يعني ال4 وال6 موجودين في تيبل 2، يبقى انا هاخد ال2 از نيوميركال بارت. طيب الاكس باور 2 واكس واكس باور 3 مين السمولست باور؟ الاكس، يبقى اخد الاكس. نيجي على الواي البارت الثالث في الترم، y باور 3 و y باور 2 و y، خدت ال y وبعدين افتح براكت ال 4 دي خدت منها divided كام او خدت منها ايه من التيبلز بتاعها 2، يبقى انا 4 divided 2 equal 2، x باور 2 divided x equal x، y باور 3 divided y هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل subtract للباور يبقى y باور 2، واخد الماينس زي ما هو 2 divided 2 ب 1 يبقى مش هكتبه، x divided x ب 1 يبقى مش هكتبه، y باور 2 divided y equal ال y لان هعمل 2 minus 1، بعد كده plus 6 divided 2 equal 3، x باور 3 divided x يبقى x باور 2، y divided y by واقفل البراكت. معلش يا اولاد لو في مشكله في البن، بس ارجو ان احنا نكون فاهمين. انا هكتبها تاني، هرجع اكتبها تاني. احنا بدانا تاني، قلنا الاكسبريشن اللي قدامنا، الاكسبريشن اللي قدامنا في 3 ترم، كل ترم متكون من ايه؟ برافو، متكون من 3 بارتس. البارت الاول نيوميركال بارت اللي هو 4 و2 و6 و2 انون اكس وواي، اجي اخد من النيوميركال بارت الجزء الخاص بالنيوميركال بارت ده، هم موجودين كلهم في تيبل مين؟ في تيبل 2، ال4 في تيبل 2 وال6 في تيبل 2 والسمولست 2، فاخدت ال2. اما الانون اللي هو الليتر اللي موجود اخد السمولست باور،
اكس باور 2 ولا الاكس ولا الاكس باور 3؟ لا، السمولست باور هو الاكس بس، واي نفس الكلام، يبقى الواي هاخد الواي بس، واجي افتح براكت، اكتب جوه البراكت بقى كل واحد لوحده. الترم ده الاولاني، ده الترم الاولاني، ده خدت الفور عاملها ديفايدد 2 ايكوال 2، بعد كده خدت الاكس باور 2 عاملها ديفايدد ايكوال اكس، يتبقى اكس، ان في الديفيجن بعمل سبتراكت للباور، يبقى 2 ماينس 1. هنا الواي باور 3 هعمل برضو على الواي، برافو، فتبقى واي، عملت سبتراكت للباور يبقى 2. بعد كده نيجاتيف 2 ديفايدد 2 ب 1 ما بنكتبوش، اكس ديفايدد اكس ب 1 ما نكتبهاش، واي باور 2 ديفايدد واي ايكوال واي باور 1، واي باور 1، وال 1 برضو ما بنكتبوش. نيجي بعد كده ناخد ال اي 6، 6 ديفايدد 2 ايكوال 3. x power 3 divided x equal x power 2 y power y ب 1 ما نكتبهاش، نقفل الباكت كده، يبقى خلصت مسألة الهاي كاونت فاكتور. نيجي بعد كده على المسألة اللي قدامنا، هنشوف كده دولي باي ديستريبيوتنج بروبرتي 5 اوفر 9 باي 4 5 اوفر 9 5 اوفر 9 باي 4 بلس 5 اوفر 9 بلس 6 ماينس 5 over 9. هنا يا اولاد زي اللي فاتت بالظبط، هشوف مين المتكرر واخده، يبقى 5 over 9 هو الكرنت، هو اللي موجود في كل ترم، هاخده بعلامه الباي بتاعته، فتحت بدلها براكت. هنا لما خرجت ال 5 over 9 بره اتبقى لي 4 بلس كام 6. هنا الغلطه اللي احنا دايما بنغلطها، لما خدت ال 5 over 9 دي الاخيره اتبقى لي بدلها، اتبقى لي بدلها ايه؟ 1. واقفل البراكت، احسب دول يطلعوا كام؟ 10 ماينس 1 ب 9، يبقى 5 اوفر 9 باي 9. اعمل سمبلفاي 9 مع 9 تساوي فاينالي ايكوال 5. المساله الاخيره كلنا بنغلط فيها وكلنا بتضايقنا، ويجي يقول لي x y ومش عارف واديني حاجات كتير كده، وقول لي find the numerical if x equal and if y equal. طيب نشوفها بقى بالظبط. بيقول لحضرتك انا عندي x minus y by x plus y minus x minus y all power 2. Calculate the numerical value of results when x equal to y equal negative 1. طيب لو انا حطيت هنا x ب 2 وحطيت y ب negative 1، يبقى انا هروح اعمل المالتيبلاينج ده واطلع من كل واحده واحده فيهم، واحده ب 2 واحده ب negative 1. فاجي في الأولانية تبقى دي x ب 2 يبقى x باور 2 ماينس y باور 2، والتانية في بينهم ماينس x باور 2 ماينس 2xy بلس y باور 2. نيجي بقى x كام؟ يبقى 2 باور 2 4 ماينس 1 باور 2 تطلع ماينس 1 ماينس هنا 4 ماينس 2 باي 2 4، لان الاكس بقت ب 2
4 في نيجاتيف 1 ببوزيتيف، يبقى هنا بقى دي بلس 4، دي بلس 1 ان الواي بنيجاتيف 1. هنحسب ده يطلع ده 3 ماينس 4 و 4 8 و 1 9، يبقى بتساوي نيجاتيف 6. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.